ولنقاش ملف التظاهرات الجارية في محافظة بلوشستان والقمع من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. ما دوافع ومبررات ما يجري من قمع في محافظة بلوشستان من قبل الحرس الثوري الإيراني؟ يعني الشيء الغريب في هذه الأحداث هو تدخل الحرس الثوري بشكل مباشر وباسمه. القمع الذي كان يحصل سابقا كان يتم تحت غطاء الشرطة، لكن هذه المرة الحرس الثوري هو بنفسه قام بهذه العملية، العملية التي يعني فيها كثير من علامات الاستفهام، منها أن إيران تهرب جزء من نفطها من خلال المواطنين، يتم تهريب هذا النفط إلى باكستان ويتم إدخال بعض الدولارات إلى البلاد من خلال المواطنين الفقراء الذين إيران لا تعطيهم حق العمل في مدنهم وفي في إقليمهم، أي إقليم بلوشستان. وهذا يظهر أن هناك صراع ما داخل النظام الإيراني يحصل، والآن يتم استخدام هذه الورقة أو خلنا نقول الابتزاز جانب ما داخل النظام الإيراني في الصراع المتعلق بالأجنحة، الجهة منها الحرس الثوري والجهة الأخرى قد تكون حكومة روحاني أو جهات أخرى داخل الأجهزة الأمنية. وهذا الصراع معروف جدا، الصراع بين وزارة المخابرات الإيرانية وكذلك جهاز استخبارات الحرس الثوري. نعم، كانت السلطات الإيرانية اعتبرت أن ما قامت به يأتي في إطار مكافحة تهريب الوقود والنفط لباكستان. إلى أي مدى تعد هذه الأسباب مقنعة، أم أن هناك رسائل أخرى موجهة ضد أهالي المنطقة؟ أتحدث هنا عن الجزئية الطائفية. يعني إذا لاحظنا التوقيت، نعم إذا لاحظنا التوقيت، منذ سنوات يتم تهريب الوقود إلى باكستان وأفغانستان، وهذا لم يعد شيء وليد اللحظة أو وليد الأشهر القليلة الماضية أو حتى السنوات القليلة الماضية. هذه العملية تتم منذ أكثر من 20 سنة وبل أكثر من ذلك، لكنه لماذا الآن؟ هذا السؤال. ويعني أنا أشرت له علاقة بالصراع الداخلي في إيران بين النظام، أجنحة النظام الإيراني. أما بالنسبة عن العنصرية الفارسية في إيران فهذا شيء مفروغ منه، لأنه إقليم بلوشستان يعتبر بوابة الهند باتجاه منطقة آسيا الوسطى، وهناك مشاريع كبرى قيد الإجراء والإنشاء في هذا الإقليم من قبل الهند وكوريا الجنوبية وقوى اقتصادية كبرى. هناك لإنشاء جسر تواصل من خلال بلوشستان باتجاه أفغانستان وبعدها منطقة آسيا الوسطى وروسيا للتواصل بين هذه الاقتصادات، ولكنه يتم إبعاد المواطن البلوشي وخاصة السني بسبب الاختلاف المذهبي هناك، من حتى التوظيف على المستويات المتدنية في الشركات العاملة هناك، والآن يتم حرمانهم من ما يسمى بتهريب الوقود الذي يشرف عليه جزء من الحرس الثوري نفسه. المستفيد الأكبر من هذا التهريب هو الحرس الثوري، أي بمعنى المواطن البلوشي لما يهرب النفط أو البنزين إلى باكستان يحوله إلى دولار ويعيد هذه الدولارات إلى داخل إيران، والجهة التي تستفيد من هذه الدولارات ويتم صرفها وتبديلها إلى الريال الإيراني أي العملة الإيرانية المحلية هو الحرس الثوري. أي الدولارات التي يجنيها المواطن البلوشي من باكستان ويجلبها إلى داخل إيران بالنهاية هي تذهب إلى الحرس الثوري وإلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في داخل النظام الإيراني. والآن السؤال، لماذا يتم هكذا استخدام هذا الأسلوب الوحشي غير الإنساني بحق هؤلاء الذين فائدتهم تذهب للنظام نفسه؟ فهذا له علاقة بالصراع بين أجنحة النظام الإيراني.
نعم أستاذ محمد، نتساءل عن تقييمكم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم بلوشستان، لماذا يلجأ المواطن هناك لعمليات تهريب الوقود؟ يعني بالنسبة محافظة أو إقليم بلوشستان بشكل عام يعتبر إقليم فقير من لحاظ المياه وموارد المياه والزراعة، والمواطن يعني يرتكز أكثر على التجارة والبيع والشراء، وإيران تمنع هذه العملية في أدنى مستوياتها التي يستطيع المواطن إجبار وتوفير كلفة الحياة، ولا يتم توظيف هؤلاء في الدوائر الحكومية أو في الشركات العاملة في تلك المنطقة، ويتم جلب المستوطنين من المحافظات الأخرى لتغيير التركيبة السكانية. وهذه سياسة ثابتة لا تقتصر على بلوشستان، بل تتم هذه السياسة في الأحواز وفي مناطق أخرى التي إيران تشعر بأنه هناك خطر ما عليها على سياساتها العنصرية والفاشية في تلك المنطقة. فالمشكلة في إقليم بلوشستان مضاعفة بسبب فقر الموارد، وكذلك فقر المواطن، وعدم إتاحة الفرص وفرص العمل وفرص الحياة الكريمة للمواطن هناك. كيف ساهمت هذه الممارسات والسياسات في موقف أو تأثير على موقف المواطنين هناك واعتبارهم معارضين للنظام الإيراني أو للسياسات الإيرانية؟ يعني الآن نشاهد مواكبة كبيرة حتى في المدن الأخرى، وحتى في المدن، بالمناسبة هناك مواكبة في المدن الفارسية مثل أصفهان أو طهران مع المواطنين في بلوشستان. الآن الفرس أيضا كمواطنين أتحدث وليس كنظام فقط، يرون بأن سياسات النظام الإيراني أصبحت خطرا عليهم هم أنفسهم، ما يسمونه بوطنهم إيران، ويهدد إيران باتجاه التفكيك، ويدفع المواطنين في بلوشستان باتجاه المزيد من التصعيد والمزيد من العمليات والرغبة في الانفصال عن هذا النظام الإجرامي في إيران الذي لا يعطيهم حق الحياة الكريمة الطبيعية الذي يتمتع بها الجميع في كل العالم، وهذا حق معترف به. لأن هنا الحديث ليس عن سياسة ولا حقوق سياسية وحريات اجتماعية أو حتى حريات ثقافية، هنا الحديث عن لقمة عيش وخبز حتى المواطن لا يموت جوعا في تلك المنطقة. وبالمناسبة نسبة الفقر في محافظة بلوشستان أو في إقليم بلوشستان حسب إحصائيات الرسمية المنشورة على مواقع الحكومية خاصة وزارة العمل تفوق 36%، أكثر من 3 أضعاف معدل البطالة في البلاد. وكذلك الفقر حسب هناك وكالة في إيران، وكالة إغاثة الفقراء، يتم توزيع المواد الغذائية بالمجان على العوائل الفقيرة، تقول أن أكثر من 60% من العوائل في محافظة بلوشستان يعني تتلقى هذه المساعدات المجانية، أي الطعام المجاني، حتى لا يصابوا بسوء التغذية. فالمشكلة في محافظة بلوشستان وإقليم بلوشستان هي مشكلة إنسانية وليست مشكلة سياسية. البعض يظن أنه هناك مشكلة سياسية، المشكلة السياسية تعتبر من المرتبة الثانية. المرتبة الأولى في إقليم بلوشستان مشكلة معيشية، مشكلة طعام، مشكلة يعني إشباع الفقراء والبطون الفارغة والأطفال الذين ينامون جوعا في هذه، خاصة في القرى، في المناطق القروية والمناطق الريفية يعانون من يعني مصائب وكوارث هناك، ولا يتم الحديث عنها كثيرا. هل برأيكم يمكن أن تتطور مثل هذه التظاهرات في المحافظات التي فيها أقليات إلى انتفاضة تنتشر في كل المحافظات؟ يعني حتى الآن لا يوجد أو لا توجد جهة تقود هكذا عملية أو هكذا مظاهرات دون قيادة مركزة، أو حتى إذا قلنا قيادة منتشرة في مناطق أخرى وحتى في إقليم بلوشستان، لا يمكن أن نتوقع أنه نشهد توسع رقعة هذه المظاهرات إلى مستوى مظاهرات عارمة أو حتى إلى مستوى انتفاضة على داخل البلاد كما شاهدناها قبل ما يقارب عامين من الآن.
حتى اللحظة لا توجد بوادر هكذا حراك، وهكذا حراك يحتاج قيادة مركزة أو قيادة منتشرة في مناطق واسعة حتى تستطيع أن تقود، وخاصة أن النظام الإيراني يعتمد قطع الإنترنت وأي جسور تواصل بين الشعب حتى يستطيع أن يقود هكذا مظاهرات ولو عبر الإنترنت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فلا يمكن حاليا أن نتحدث حتى اللحظة أن نتوقع أن نشهد مظاهرات عارمة، لكنه ستستمر هذه المظاهرات بشكل متقطع إلى أمد ما، أو يتم حل وضع حل ما من قبل النظام الإيراني لمنع التصعيد. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشأن الإيراني محمد دال المذحجي، حدثنا عبر سكايب من لندن.